والله الا البوطه، غير واحد السيد هو اللي جا من السماعيه، هو اللي جاب لي البوطه وجاب لي الزيت. وهاد هاد مول اسميد راه كيتساني دابا 8 شهور 9 شهور دابا كيتساني، ما عندي باش نخلصو. وهاد المرض راه قتلني قتلني، راه ما كنعس انا في الليل. سميتي محمد وساكن في الفندق. اش المشكل ديالي هو هاد المرض ديال هاد البروستاد، راه عامين هادي وانا كنطلع ونهول في السبيطار ديال محمد السادس. عامين هادي كندير تحل درت تحليلات، عاود درت تحليلات سير الدواء الدواء ديالو، وانا كنطلع وكنهول تعيط و تيخرجوا ليا الدواء غالي وما عنديش وما خدامش. شافني الله تعالى ساكن في الفندق، راه تنقولها ونكرر تنسى ساكن انا في الفندق، راه دابا 15 عام انا كاين هنا الحجر بهذا الفندق ومكر بهذا الفندق. يا ربي تبارك وتعالى المحسنين هما كيتعاونوا معايا في هذا الشيء ديال الخضره. والله الا البوطه، غير واحد السيد هو اللي جا من السماعيه، هو اللي جاب لي البوطه وجاب لي الزيت وجاب لي الخضيره. الناس كيتعاونوا معايا في هذا الشيء ديال المصاريف، وما خدام وغير مريح. وهاد مول اسميد راه كيتساني دابا 8 شهور 9 شهور دابا كيتساني، ما عندي باش نخلصو. وراه شافني الله، وهذا الشيء اللي بغيت نقول. المحسنين الله يجازيهم بخير، كاع اللي عاونني بهذا سميتو الله يعاون، وكاع اللي فوقني من هذا المرض. وهذا المرض راه قتلني قتلني، راه ما كنعس انا في الليل، راه كنوض كل ساعه الا ربع خصني نوض نقول نوض نقول نوض نقول. والحريق والحريق والحريق، وتنتمحن كاع اللي فوقني بهذا المشكل الله يفكو، لا في الدنيا ولا في الاخره. كاع اللي دار معايا هذا المحسنين الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. ضربت الحاده وانا يفوك الشغلات هاكي فوكو ربي تبارك، غيادة تيمحني يغيض ولا زر غاد، ويختار الدواء غير تاخذ زيت حراول ولا الكم وتجيني السقف، هادي تشكل السقفة تنبغي نطيح. هادشي اللي وقع ليا في هاد الفندق. وانا يفوك تيفوكو سيدي ربي تبارك وتعالى، يا ربي تبارك وتعالى ولا يبوك نغنم حنا دتي فوق ربي تبارك وتعالى. يا ربي ديما كانت تضل اوكسيد ربي يزيد ولا زاد، يا ربي تبارك وتعالى، يا ربي تبارك وتعالى ولا يبوك تي فوق اوكسيد ربي تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله، معكم حسن العمراني من سيد زوين. هاد الرجل المسكين كان السيد هذا كنعرفو واحد المده ديال واحد العامين وكثر، ودابا مسكين راه فواحد الحاله هانتوما كتشوفوا واحد الحاله يرتلى، راه ساكن فواحد الفندق ما كاين ما نقول لكم، اقسم بالله العظيم واحد المره دخلت عنده هنا مسكين بغيت نشوفو لقيتو داير خيزو بوحدو تيبو فوق البوطه، ما عندوش ما عندوش ما عندوش. الرجل المسكين دابا بغا يدير اي عمليه ما بغا يساعدو حتى واحد، حتى واحد ها انت ما شوف شنو الماكله كيديرها انت، دور اخويا شوف هذاك الماكله. لا 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 ما هاد السيد الله يجازيكم بخير، لا شاف لا شافونا المحسنين الله يجازيكم بخير. هاد السيد راه كيسكن في سيد زوين اقليم مراكش بعيد على 36 كيلومتر دور بروساج، مسكين هذا خصو واحد العمليه، مسكين دابا كيدير عيتيو من 15 يوم 15 يوم. ودور لي واحد المرض مسكين تحبس من البول حاشاكم، وقال لي راه سميتو صيفط لي لابيلونس ومشى عند السبيطار محمد السادس وحبسوه دوك دوك الفرمليين، قال لي راه ما عندناش تيو. ها هو ومشى تما وردوه مسكين النهار كله في الاخر، قال لك تيو ما كاينش على هاد الراجل اللي طمعوا فيه التيو هذا. اورزاد حنا كنطلبوا من الله تبارك وتعالى بهاد المحسنين اللي كيشوفونا، راه النمره حيت عنده مسكين ما عندوش الواتساب ديالو، وانا الله شاهد على ما اقول. هاد السيدي الا بغيت تواصل به شي واحد انا غادي نوقف معاه
ويجي لعندي ولا يعيط لي في التليفون ونجيبكم ونجيو لعندي هنا السيد زوين ولا نديه لعندكم اللي بغيتو. الحمد لله عيط توصلوا ديروا مع هذا السيد مسكين راه مكرفص واحد الكربيصه راه ما حول ولا قوه الا بالله. ونسال الله تبارك وتعالى اللي تعاون مع هذا السيد الله يجازيه بخير. انا راه معروف السيد زوين اللي قلت لهم حسن العمراني يجيبكم حتى المحل ديالي. الله يجازيكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله. ولاد سيد محمد اخويا راه ساكن هنا في الفندق راه عيان دابا الله يرحمه ويدير شي الحوار راه خاص لي يتعاون مع الله يرحمه ويدير ساكن الفندق دابا وراجل عيان وخاص لي يتعاون معهم بحالو شنو قال لي يخدم له هو. المهم هذا هو مسكين دابا عيان ما لا حاب واحد الحاله يرتها له خاص لي يتعاون مع الله يرحمه ويدير الله يجزيكم بخير. كنتعاونوا معاه خاصو شي حاجه تنجيبوها له الله يداوي الحال اخويا. ولكن شي محسنين يتعاونوا مع الله يرحمه ساكن في هذاك البيت ما كاين مسكين بقى تما ما كاين كاع اللي يكون به الله لا كون العوان تعاونوا مع الله يرحمه ويدينا خويا.